على كل المستويات الجمهور وزياده عدد الجمهور دي بتفرق معانا وبتفرق مع النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي دايما. وان شاء الله نفرح الجمهور بكره ويرجع ان شاء الله للقاهره فرحان كله سعيد حتى جمهور اسكندريه. المباراه زي ما انت قلت وبالنسبه لنا حتى تركيزنا من بعد مباراه فيتا كلوب ثلاث نقاط، المباراه بثلاث نقاط قدام شباب الثوره، وشباب الثوره فريق قوي. انا بقول ان فريق اول مره يعني انه يشترك في بطوله افريقيا ويعمل المنافسه دي ويعمل الاداء ده، انا بقول ان فريق كويس، لكن يبقى النادي الاهلي، يبقى شخصيه فريق النادي الاهلي. ان شاء الله بكره كلنا تركيز وكلنا اصرار، ويبقى التوفيق ان شاء الله للثلاث نقاط، حصد الثلاث نقاط. وانا مش عايز يمكن اتكلم على اي نتائج اخرى، لان في بعض الناس بتقول ممكن نتائج اخرى تاهل الاهلي، لكن انا مالناش دعوه باي نتائج اخرى، احنا خلينا في تركيزنا نكسب على ملعبنا ونتاهل بصرف النظر عن اي نتائج ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. حضرتك الكبيره يا كابتن يوسف في البطولات الافريقيه، ويمكن انت كنت قائد في البطوله الافريقيه على فترات طويله، مطلوب ايه من اللعيبه وايه اللي انتم مركزين عليه في في في, في الوقت القليل ده؟ مطلوب التركيز، مطلوب التركيز، ومطلوب ان احنا روحنا طبعا تبقى عاليه دي ما فيهاش كلام، ايضا مطلوب ان احنا ما نستعجلش، نستعجلش الفوز، لان وارد جدا ان هم هيبقوا عندهم تحفظ ويبدا يقفل ويلعبك على المساحات والمرتدات نتيجه ان انت بتلعب على ملعبك وعايز تكسب. لازم نبقى فاهمين كويس قوي الجون ممكن يجي في اي ثانيه، ممكن الجون نحرزه في الدقيقه 60 في 70 80 85، ممكن ربنا يوفقنا من بدري وتكسب، يبقى لابد انك تاخد المباراه كلها برتم واحد. ان شاء الله موفقين، يمكن مستر لاسارتي والجهاز كله اتكلم على لعيبه، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. اخيرا الشناوي ومعلول الربيع شفناهم اتدربوا النهارده، على ما اعتقد ان كل جهاز طبيا ينقص الشناوي بس يا كابتن. الشناوي لسه تقريره مع الدكتور، وان شاء الله حتى الشناوي ان شاء الله يبقى جاهز. علي لطفي حتى لو لعب ان شاء الله موفق ويبقى كويس، وعلي من الحراس المميزين. الشناوي ايضا نتمنى ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. شكرا.